قال دفع الله الحاج مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن الحكومة السودانية ستقوم بتأمين مطري وادي سيدنا ودنقلة وميناء بورت سودان لدخول المساعدة الإنسانية، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية وصول المساعدات من الدول أيضا. نناشد اليوم أيضا عبر هذا المؤتمر الصحفي كل المنظمات بدءا من المنظمات الإنسانية المعروفة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والرابطة الدولية للصليب والهلال الأحمر والمنظمة العربية أيضا للهلال والصليب الأحمر وأوشا والوكالات ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى والدول كذلك لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين في السودان لإغاثتهم بسبب الضرر الذي وقع عليهم.